أهمية مشاركتنا في مؤتمر بنما 2012، التقينا بالكثير من الفاعليات ومن الجهات سواء الحكومية أو الخاصة التي تهتم بمكافحة الغش التجاري والتقليد، بما أن الجمارك السعودية أخذت على عاتقها هذا الملف فيما يتعلق بالمواد التي تدخل إلى المملكة العربية السعودية ومن خلال المواني بمكافحة هذه الظاهرة، ومن هنا تأتي أهمية هذه اللقاءات. في حقيقة الأمر هذه الجرائم تضر مباشرة بالمستهلك، ولذلك الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وبالذات أنا أتكلم عن المملكة العربية السعودية وإقليم الخليج العربي قامت بوضع الكثير من التشريعات والقوانين التي تحارب هذه الظاهرة وتحد من تفاقمها في المنطقة، وقد نجحت منظومة دول الخليج العربي وبما فيها المملكة العربية السعودية بوضع القوانين وتطبيقها على أرض الواقع مما خفف من هذه الأزمة. في حقيقة الأمر نحن نعلم أن منظمة الانتربول منظمة عالمية وتتصل بكافة الدول على مستوى العالم، وبالتالي إنه من المهم التواصل بهذه المنظمة وإرسال حقيقة الكثير من التقارير لتتبع مصادر الغش التجاري والتقليد في بلدان المنشأ، وهذه هي النقطة التي حقيقة لا تستطيع الدول في المنطقة أن تتابعها، وإنما عن طريق الانتربول وعن طريق التواصل ما بين الحكومات في إقليم الخليج العربي تستطيع أن تصل إلى منابع هذه السلع وتجفيفها. في حقيقة الأمر الاستراتيجية المملكة ليست قادمة، وإنما بدأت استراتيجية بخطة طويلة المدى بدأت من عام 2008. تمثلت هذه الاستراتيجية في عدة خطوات، ومن أهم هذه الخطوات التعامل مع القطاع الخاص، ومن هذا القطاع الخاص الشركات المصدرة لشهادات المطابقة، الشركات الدولية على سبيل المثال هذه الشركة التي تنظم هذا المؤتمر بالمشاركة مع الانتربول، والشركات الأخرى ذات العلاقة. ثم الجزء الثاني من استراتيجية الجمارك تفعيل المختبرات الخاصة، فالآن في المملكة العربية السعودية يتم إحالة عينات عشوائية إلى المختبرات الخاصة، وبالتالي يتم فحص الإرساليات بناء على وتفسح بناء على فحص مخبري. الشيء الآخر اللي هو تطبيق التشريعات الخاصة بكافة القطاعات، بما أن الجمارك هي الجهة المعنية بالمنفذ الجمركي، وبالتالي هي من يقوم بتطبيق كافة القوانين التي تصدر للجهات الأخرى على سبيل المثال نظام الغش التجاري، نظام العلامات التجارية، وبالتالي الدور الاستراتيجي للجمارك السعودية ينبع من هذه النقاط. ثم أن من أهم عناصر استراتيجية الجمارك اللي هي التدريب أو الكاباسيتي بيلدينج بكافة أنواعه، سواء التدريب أو حضور المؤتمرات أو إنشاء المؤتمرات. وبهذه المناسبة الجمارك السعودية في شهر 3 إن شاء الله مارس 2013 تقيم المنتدى العربي الثالث لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد، وهذا المؤتمر يعتبر معتمرا عالميا، هو الثالث الذي يقام في المملكة العربية السعودية. في هذا المؤتمر المجموع الكثير من الفاعليات، منها جلسات العمل وورش عمل ومعرض مصاحب كبير، وبهذه المناسبة نحن ندعو الجميع بأن يشاركونا والاتصال بنا في من الانتربول بالذات بالمشاركة معنا في هذا المؤتمر، ويمكن الجميع الدخول على الموقع الإلكتروني للمنتدى اللي هو www.ipr.gov.sa. والله من حقيقة نحن متفاجئون من هذا النشاط الكبير والدؤوب في هذا المجال، ولذلك نحن الآن نعمل على خطة ونعمل على تفكير للتعاون المشترك مع هذه الإدارة حتى نصل إلى الأهداف النهائية، وهي تجفيف منابع الجهات المنتجة لهذه المواد المغشوشة. وأعتقد أن هذه تعتبر انطلاقة جديدة، وهي عنصر جديد يمكن أن يوضع في منظومة العناصر الخاصة باستراتيجية الجمارك في مكافحة الغش التجاري والتقليد.